يعني قريت لي كومونتير نهار بدات هذه القصه، مساكن دوك الاولاد، مساكن دوك الاولاد، واش الاولاد نقدروا نقولوا هما نقطه الضعف بين ان كوبل مسلم؟ شوف ما نكذبش عليك، زعما باش نكون معك صريح، يعني انا تنعرفك انت صريح، اصعب حاجه دوسها يمكن في حياتي هي الطلاق، فهمتيني؟ حيت باش وصلت لذاك القرار يعني تا صافي ما نكذبش عليك، حيت انا عندي واحد العلاقه قريبه بزاف لولادي، فهمتيني؟ ما بغاتش تدخل لي لدماغي، عندي مشاكل مع الوالده ديالهم ولكن ما بغاتش تدخل لدماغي طلاق، وكنوصلوا شي مشاكل خايبه وهادي وهادي، ولكن كنقول لا انا ما نقدرش نتفرق من ولادي، فهمتيني؟ ولكن وصلت لواحد المرحله اللي صافي مضطر، ياك؟ ولكن بنادم اللي كيمشي غلط هو كيفهم ان هاد السيد طلق يعني سمح في ولادو. انا ولادي كنشوفهم يوميا، دابا الا ما كنتش معاك في ليميسيون خصني نمشي انا موراهم المدرسه، كيجي يمشي موراهم المدرسه كل نهار، كنشوفهم يوميا، كنحاول ماكسيموم نكون معاهم ومعايا ونكونيكتي معاهم بالتليفونات بكل شيء، فهمتي كيفاش؟ وكيف ما قلت لك قبيله، امل كتقول لي شوف ولادك سير خرجهم ديهم، فهمتي؟ يعني كتشجعني اصلا، كتزيد تعاونني نشوفهم ونكون معاهم ونديهم، وهادي هذا واجب، وخاصه يعني تشوفك انت مرتاح، لان انت هي عارفه العلاقه ديالي معهم، فهمتي؟ هنا 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 تيبان الذكاء ديال المراه، الا لو كانت شي وحده والله ماشي قضية الذكاء، والله العظيم ماشي قضية الذكاء، هي انسانة، هو حيت انا فايت طلقت، هي انسانة طيبة بزاف، عارفة شنو هو الطلاق، عارفة الاولاد، عارفة بزاف ديال الامور، فاحنا كنطلقوا مع الاب ولا مع الام، ما كنطلقوا واش مع الولاد، هذوك ولادنا وغادي يبقاو حياتنا كامله ولادنا، فهذا الرابط بيننا وبين الولاد مهم جدا وسان اكيليبر، لانه كيف ما هو غادي يبغي ولادو ما عندوش علاقه كيف ما غادي يبغيني انا، ما عندوش علاقه كيف ما غادي يبغي الام ديالو الى غير ذلك، وهو رجل طيب وحنين بزاف وكيحب ولادو بزاف، انا نقول لك ما دافعش عليا انت، لا والله شوف بكل امانه قسما بالله انا ما عمري شفت شي اب احن منه على ولادو بحال محمد، وشفت تعيت من يعني من الحياه بصفه عامه، وحتى من البرنامج اللي كان عندي، يعني عام ونص وانا كنستمع المشاكل ديال الناس اللي هو كيبقى نبض الشارع، كيحكيوا لي شنو كيفاش كيدوزوا الامور ديالهم على الحياه ديالهم، مي هو سبحان الله يعني علاقه رائعه، ويا ربي يخلي الوليدات ويبارك ليهم فيه، يعني يبارك لي في ذوك الوليدات، ودائما نشوفوا باهم ويكونوا فرحانين وسعداء، انا هذا هو المنى ديالي فريمون، وما ما عرفتش الله يخلي لامهم، اكيد يعني الام راه امهم والله يخليها لهم ويخليهم ليها، مي نبغي ان تكون واحد العلاقه زوينه وزوينه بزاف، اللي نضحكوا اللي نلعبوا اللي يعني نسعدهم بكل بساطه. شكرا لك، غادي نساليو هذا القوس ديال العائله، وخ بارونتيز حتى هو عنده علاقه رائعه جدا مع ولادي، صحابو فريمون صحابو، يقدر مثلا يعيط لولدي يهضر معاه ويعيط لبنتي يهضر معاه، وانا كاع ما صدقتش الخبر. تعجبهم انت كرابر تيهضروا معك على الموسيقى ديالهم ولا ولاد محمد؟ محمد اكثر من رابور، فهمتيني؟ هادشي اللي نعم.